هذا هو شارع اليرموك الرئيسي في حي مخيم اليرموك. في تاريخ مخيم اليرموك بدمشق الذي يمتد لأكثر من 6 عقود، يبدو أن الأعوام الأخيرة هي الأسوأ لساكني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. مخيم اليرموك، الألم المسكوت عنه. تقرير حقوقي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف الانتهاكات التي حدثت لسكان المخيم، حيث أشار إلى مقتل قرابة 1400 لاجئ منذ بداية الأزمة وحتى يونيو الماضي، موجها الاتهام إلى قوات النظام إضافة إلى عناصر تنظيم داعش الذي سيطر على المخيم في العام 2015. وقال التقرير إن جيش النظام ارتكب أعمال نهب وإعدامات أعقبت العملية العسكرية لاستعادة المخيم في أبريل الماضي. مخيم اليرموك صار فيه زلزال دمر عن ذكرة أبي، حتى البيوت اللي واقفة تعفشت، حتى بدك تفوت تجيب اغراضك يا حرام الناس اللي تمت، يعني تفوت تجيب اغراض وتدفع عليها مصاري وفي شباب ماتت. سكان المخيم فروا من جحيم اليرموك الى مخيم دير بلوط في ريف حلب. تغيرت الاماكن فقط، يعني البيوت اللي ظلت مخيم اليرموك صارت عفشات، والبيوت يعني اللي ما تعفشت تدمرت، يعني 90% من المخيم اليرموك تدمر. يعني اذا كان في حدا عنده امل 1% يرجع مخيم اليرموك، ما عاد في امل يرجع على مخيم اليرموك. تقرير المرصد الأورومتوسطي الذي تضمن شهادات سكان المخيم طالب في توصياته النظام السوري إيقاف عملية النهب وعدم مضايقة السكان، إضافة إلى مطالبة عدد من الجهات العمل على إعادة إعمار المخيم لتدارك الكارثة التي أفرزتها الأعمال العسكرية.